نرجع تاني ونشوف النهاردة الغيابات، هل مؤثرة للزمالك أو مؤثرة للأهلي، ولا الفرقتين فيهم قماشة كبيرة تستطيع أن هو يصنع بيها الفرق كل مدير فني فيهم؟ ده وصول الأهلي استاد القاهرة. كابتن حازم، يعني مين يتأثر بغياباته أكتر؟ ما مين الغيابات؟ يعني هتلاقي في الأهلي في جونيور أجايي، علي معلول، حمدي فتحي، وكريم نيدفيد، ومحمد محمود، ناصر ماهر. ناصر ماهر لأسباب فنية، لكن طبعا جونيور أجايي وعلي معلول الاثنين دول ما لهمش بدايل في الأهلي. يعني علي طبعا في ناس بتلعب، محمود وحيد كويس طبعا، أيمن أشرف بيلعب المكان ده، لكن معلول في الحتة دي كويس جدا، عنده التكملة الهجومية من أحسن الباكات ليفت اللي جت النادي الأهلي عنده أو في مصر حتى، اللي بيقدر يجيب أجوان أو يعمل أجوان، عنصر مهم جدا مع النادي الأهلي. جونيور أجايي الجناح الوحيد في الأهلي اللي عنده المهارة، يعني الأجنحة في الأهلي هي يمكن الأقل أعتقد في الخطوط كلها عند النادي الأهلي هم الأجنحة، ما فيش مستوى ثابت، لعيبة مش بتقل النادي الأهلي قوي. هو جونيور أجايي الوحيد اللي عنده الحتة الهجومية كويسة جدا، لعيب كرة كويس، فالاثنين دول طبعا يفرقوا أكيد جدا مع النادي الأهلي. بلس حمدي فتحي طبعا لعيب، لكن في السولية وفي ديانج بيشتغلوا كويس. الزمالك الغيابات بتاعته مين؟ عنده أبو جبل كورونا، عبد الله جمعة، إمام عاشور بديل كويس، يعني هو غيابه ان هو كبديل ممكن يكون بديل كويس، ان انت بقى عندك حد بره على الدكه كويس. لكن هو مش لعيب ممكن يكونش اساسي قوي، لكن انت محتاج واحد زيه يبقى بره، يقدر يلعب ديفندر، يلعب جناح، يلعب يعني عنده حلول كتير يقدر يشتغل لك عليها. طبعا ابو جبل اعتقد لو كان موجود كان هيبقى هو الحارس الاساسي، لان ابو جبل يمكن هو كان رقم واحد، رجع شويه ولما جنش تراجع، كان طبيعي ان يرجع ابو جبل لولا ان عنده كورونا، فهو برده يفرق مع نادي الزمالك. عواد كويس طبعا، لكن بقاله كتير جدا ما بيلعبش، يعني جون نادي جون ماتش سموحه ما تقدرش تلومه قوي، لان هو بعيد عن الملعب من زمان، وحتى مش واحد مش التاني حتى، يعني عواد ما بيبقاش حتى الجون التاني، كتير جدا بيبقى التالت وبره. فانك تجيبه وتلعبه على طول، يعني شوط تاني في سموحه عمل كام كوره كويسه جدا، لكن طبعا محتاج وقت.